والكيفية كيف تعلم؟ كيفية الشيء كيف تعلم؟ إما بالرؤية بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل. أخبرنا الصادق؟ لا. رأينا الله؟ لا. هل يوجد لله مثيل؟ لا، ليس كمثل شيء. إذن الكلام في الكيفية حرام محرم، وقول على الله بلا علم. نعم. ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء. نعم، إثبات وتنزيه.